الحقيقه يمكن يعني احنا بنتكلم على اختلافات، وانا يهمني جدا نركز مع حضراتكم النهارده في ايه الفرق بين ماتش الاهلي والوداد اللي تابعناه وشفناه من اسبوعين، ونجح الاهلي ان هو يحسمه بفارق هدفين، يكسب 2-0 على ملعب الوداد، والفرق بين ماتش النهارده. الحقيقه في فروق كتيره جدا لو اتكلمنا فيها تخلينا نتوقع او نشوف الطريقه او الاسلوب اللي هيخوض بيه ميغيل جاموندي المدير الفني لفرقه الوداد الماتش، وكمان نظره اللعيبه نفسها. لان خدوا بال حضراتكم انتوا بتلعبوا فريق كبير مش صغير، يعني جماهير النادي الاهلي طبعا واحد من اكبر الانديه في العالم، انا مش ببالغ ومش بتحيز لما اقول كده، ولكن ايضا فريق الوداد واحد من اكبر الانديه الموجوده في القاره الافريقيه. وانا قلت لحضراتكم خصوصا في السنوات الاخيره الجيل الحالي من لعيبه الوداد يعتبروا جيل ذهبي، يعني قدروا يوصلوا او ينقلوا الفريق بشكل كبير جدا نقله نوعيه، وزي ما قلت لحضراتكم واصلين مع الاهلي، كانوا ابطال دوري الابطال في 2017، وصلوا السنه اللي فاتت وخرجوا طبعا في مشكله او في يعني دايلاما كده حصلت في ماتش الترجي. عشان كده بقول لحضراتكم والسنه دي فريق متاهل قبل النهائي، وبالتالي احنا بنتكلم على فريق طبيعي جدا يكون او نسميه واحد من اكبر فرق القاره، فلما تجرحه في كبريائه ده بيبقى ليه رد فعل، يعني لما تيجي تقابله في بطوله مهمه جدا وهو لسه خارج من او يعني خسران بطوله الدوري المحلي وما عندوش امل ينقذ بيه السيزون بتاعه غير دوري ابطال افريقيا، فتروح انت على ملعبه واخده 2-0 كده، ده الحقيقه جرح كبير جدا، بعيدا مع الحسابات الفنيه والطرق وطريقه اللعب واسلوب اللعب والتشكيل. انا بيتهيالي انه في جوه كل لعيب هينزل النهارده في ال 11 الاساسيين حافز شخصي انه يرد اعتباره.